المسلمون أكثروا من الأعمال الصالحة التي تثقل بها الميزان، فإن من أعظم هذه الأعمال توحيد الله، توحيد الله عز وجل، وكلمة الإخلاص، وشهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لمن قالها صادقا مخلصا قد عمل بمقتضياتها. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بين أعمالا يسيرة يا عباد الله على من يسرها الله جل وعلا عليه، وهي ثقيلة في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، رواه أبو داود. احرصوا على هذه الأعمال وغيرها يا عباد الله، وإياك أخي المسلم أن تحقر شيئا من الأعمال تنال بها ولو حسنة واحدة تثقل بها موازينك. قد تحتاج يا عبد الله إلى حسنة واحدة ترجح بها كفة الحسنات، فلا تحقرن من الأعمال شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. امرأة يا عباد الله بغي سقت كلبا، غفر الله جل وعلا لها، فعمل يسير يعظم عند الله لقوة وعظم الإخلاص فيه والنية يا عباد الله. احرصوا على هذا، واحذروا أشد الحذر من الاستهانة بالسيئات، احذروا أشد الحذر من الاستهانة بالسيئات، ولو كانت سيئة واحدة قد تكون سببا في خفة ميزانك فتهلك يا عبد الله.